استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء المقر بقصر القضيبية السيد عمرو موسى وزير الخارجية الأسبق بجمهورية مصر العربية والأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية والسيد نمير قيردار رئيس مجلس إدارة بنك انفست كورب بمناسبة زيارتهما للبلاد للمشاركة في عدد من الفعاليات الاقتصادية. وقد أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء خلال اللقاء أن ما حققته مملكة البحرين من نجاحات في استقطاب العديد من المؤسسات المالية والمصرفية العالمية يعكس مدى الثقة في مناخ الاستثمار بالمملكة، والذي يرتكز على أسس تشريعية وقانونية عصرية ومتطورة. ونوه سمو إلى أن الحكومة تحرص في جميع خططها وبرامجها على دعم ومساندة القطاع المالي والمصرفي وتقديم كافة التسهيلات التي تمكنه من العمل في أجواء من الحرية والانفتاح، وهو ما أهل مملكة البحرين لأن تتبوأ موقعا رائدا كمركز مالي عصري ومتطور في المنطقة. وأشار سمو إلى أن البحرين مستمرة في جهودها لتطوير القطاع المالي والمصرفي، وأن التشريعات والقوانين المنظمة للشأن المالي والمصرفي يجرى مراجعتها وتطويرها بصورة مستمرة بما يتوافق مع كل احتياجات كل مرحلة من جهة، وبالشكل الذي يتماشى مع أحدث النظم العالمية في هذا المجال من جهة أخرى. وقد أشاد السيد عمرو موسى والسيد نمير قردار باهتمام صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالقطاع المالي والمصرفي، وهو ما أسهم في جعل مملكة البحرين مركزا ماليا ومصرفيا متميزا في المنطقة، مؤكدين أن دعم ومساندة سموه للبنوك والمصارف العاملة في مملكة البحرين ساعدها في أن تسير بخطوات واثقة على طريق النجاح. وأشادوا بما تقدمه الحكومة البحرينية برئاسة سموه من تسهيلات للمصارف والبنوك، وهو ما يؤكد عمق رؤية سموه وإدراكه لأهمية دورها في دعم جهود التنمية التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات.